بالنسبة لزكاة الفطر، هل نخرج الزكاة طعاما طعمة أم نخرجها قيمة بالنقود؟ والجواب، روى البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فرض، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو تمر إلى آخر الحديث. يبقى فرض رسول الله أن تخرج زكاة الفطر إيه؟ طعاما، وإلا فلقد كان المال موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يخرجوا زكاة المال مالا، وأمرهم أن يخرجوا زكاة الفطر طعاما. لكن خلي بالك من اللي نحوله ده، لا تجعلوا من هذا الأمر أيضا فتنة، لا ينبغي أن نحيد عن ظاهر النص النبوي، يعني عن الإطعام أن نخرج زكاة الفطر طعاما، إلى غير الإطعام أي القيمة، إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. فإن كنت أنا أعلم من فقير بعينه حاجة ماسة للمال، فلو أخرجت له أنا هذا المال فلا إثم إن شاء الله ولا حرج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فضلا عن أنه قول الإمام أبي حنيفة. فلا تجعلوا من هذا الأمر أيضا حرجا ولا فتنة، والأمر فيه سعة والله الحمد. فالأصل أن نخرجها طعاما، فإن علمت حاجة فقير بعينه للمال فأعطه مالا ولا إثم عليك إن شاء الله.